ربما مادة السكر عم تقيس لي مش القلب. شو دارس هذا؟ هذا هو السكر بعد تيمرض عباد الله خاصة نقص باستهلاك السكر، ولكن اللي تياكل الخبز والزيت إلى عنده الزيت السكر غتقول له حيد السكر اش غادي يدير؟ بغيت يموت بغيت يموت ما يمكن. لا لا فعلا هاد الشرائح ما خاصهاش تقاس، خاصها تدعمها. شوف إلا تيخسر في البوطة 30 درهم عطيه 100، الا حيت واحد الحاجه خصو يربح معاك وتعطيه 100 وانت رابح، ولكن انت ما عارفهمش. تتمشي للفيلا دروك فيها ستاد البوطات، يلا فيها اربعه الحمامات ولا خمسه، فيها الكوزينه فيها ثلاثه دفواش، يلا هذاك شكون تياكل شكون تيستهلك؟ دروك الناس دوك الاغنياء تيتخزنوا الفقراء، عندك تقيس الفقراء. اسيدي غير هنيني انا مع الفقراء، مش انا قد عليهم، واش جايين احنا للفقراء باش نضعفوا الفقراء؟ خاصك تغنيهم ماشي تضعفهم. اذا هذا المواطن المغربي غادي يكون رابح لو كان عارفين شكون تيستحق. اعطيتها المول 5000 درهم في الشهر، شنو المشكل؟ 30 درهم لا شيء، ياك حتى هو اعطيه 5 مليون ونص، ديرها 6 ونص، دير 6 مليون ونص اعطيهم، ما عارفينهمش الغالب الله.